بسم الله الرحمن الرحيم، حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، اهلا بيكم مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. يا رب دايما بخير يا اولاد، وان شاء الله موفقين في الساينس وفي كل المواد بتاعتنا. يا رب نكون شفنا الفيديو الاول اللي هو فيديو ليسون نمبر 1. نمشي مع بعض كده خطوه بخطوه ان شاء الله، واللي لسه ما شافش الفيديو يحاول يرجع للفيديو الاول، طبعا موجود في القناه على اليوتيوب قناه مستر ساينس. برضه نشترك في جروبات الواتس والتليجرام والفيسبوك ان شاء الله عشان تتابعوا كل الاخبار وتاخدوا الملازم بتاعتكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ليسون نمبر 2، الدرس الثاني بعد ما خلصنا الحصه اللي فاتت الادابتيشن فور سرفايفل، وعرفنا اهميه الادابتيشن، وعرفنا طبعا البنجوين، وعرفنا الكاميل، وعرفنا رودنتس لايك ريبتايل، عرفنا كل الليفنج اورجانيزمز ديت ليه بتعمل ادابتيشن، وازاي اصلا كمان بيعملوا الادابتيشن ده. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن في الليسون الجديد عن التايبس اوف ادابتيشن. يعني ايه يا مستر تايبس اوف ادابتيشن؟ يعني انواع الادابتيشن يا ولاد. تقول لي يا مستر هو الادابتيشن ده ليه انواع؟ يعني احنا خلاص عرفنا احنا بنعمل ادابتيشن، بس هل ليه تايبس؟ يعني في انواع؟ تعالوا نشوف مع بعض كده حاجه حاجه. نبدا يا ولاد اول حاجه في التايبس اوف ادابتيشن. لحظه واحده، طبعا there are two types of adaptation، يعني في يا مستر نوعين. ايه هما النوعين دول؟ في نوع اسمه structural adaptation، structural ساعات بيسموه باسم physical، عشان لو شفتها جات لك كده في امتحان او حاجه يبقى الphysical means structural. طيب النوع الثاني اسمه behavioral. يعني كلمه behavioral؟ يعني عارف لما اقول لك behaviors بتاعتك كده او السلوك بتاعك، يعني صح سلوكياتك، صح نفس الكلام. الكائن الحي ده برضه ليه بيعمل ليه سلوك معين، مثلا الجو بقى حر هيبقى هيعمل ايه؟ عايز يهاجم الفريسه بتاعته هيعمل ايه؟ فدي اسمها behavioral adaptation. يبقى what are the types of adaptation؟ في ايه هي انواع الادابتيشن يا اولاد؟ في عندنا يا مستر structural adaptation، وفي عندنا behavioral adaptation. طب نمسك حاجه حاجه ونعرف الفرق ما بينهم ايه. طيب نبدا بالstructural. structural يعني ايه؟ يعني تركيب الجسم، البادي structure. البادي ستراكشر يعني تركيب الجسم بتاعك. طيب يا مستر ايه اللي بيحصل؟ يعني تعال نشوف كده الديفينيشن بتاعه. It is the change in the structure of animal's body. براحه كده يا مستر تاني. Change يعني تغيير بيحصل. In the structure of animal's body يعني في تركيب جسم الانيمال ده. طيب وبعدين ليه؟ To help it survive. يعني التغير التركيبي حتى بمعنى من الكلمه structural adaptation، يعني حاجه في الجسم، حاجه في تركيب الجسم يا ولاد بتتغير ليه؟ to help it to survive. طب ادينا اكزامبلز يا مستر. فور اكزامبل blood vessels in the penguin's feet. يعني blood vessels اللي احنا قلنا عليها الحصه اللي فاتت اللي هي موجوده في رجل البنجوين ده اللي هو البطريق، صح يا ولاد؟ ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر structural adaptation. ليه يا مستر؟ لان هو حصل في البادي ستراكشر. زي مثلا الثيك فير اوف بولار بير، يعني الفراء اللي هو السميك ده بتاع مين يا ولاد؟ بتاع البولار بير. طيب زي مين كمان؟ لونج اير اوف فينيك فوكس. فاكرين ما كنا قلنا اللونج اير اوف فينيك فوكس كنا بتعمل ايه يا ولاد؟ كنا بتعمل طبعا يا مستر كانت هيلب بادي تو لوز هيت، يعني بتساعد ان هو يفقد الحراره من جسمه. كل الحاجات دي حصلت فين؟ كل الحاجات دي حصلت في البادي ستراكشر. يبقى لو جالك في الامتحان، طب يجي لي زي السؤال في الامتحان يا مستر، هيجي يقول لك كده mention the type of adaptation in each of the following، يعني قول لنا نوع الادابتيشن في كل الحاجات دي، ويقول لك ايه؟ thick fur of polar bear ده structural adaptation، long ear of fennec fox structural adaptation. يبقى دي تعتبر كلها يا اولاد تعتبر structural adaptation. طيب تعالوا نشوف النوع الثاني وهو هيفهمنا اكتر كمان الاولاني. يلا النوع الثاني اللي هو the second type of adaptation is called behavioral adaptation. behavioral بقى يا مستر اللي هو التكيف السلوكي بيسموه كده، سلوكيات الكائن بتتغير ازاي. تعالوا نشوف. it is the change in the behaviors acts اللي هي تصرفاته يعني of animals to help it survive، عشان يساعدوا على بقاء او البقاء على قيد الحياه. لا بالراحه يا مستر، الفرق ايه في الديفينيشن ده والديفينيشن ده؟ كلمه. ايه هي الكلمه اللي هي معموله بالهايلايتر دي يا ولاد الاصفر ده؟ هنا change in the structure of body of animal
أمين a change in the behaviors، في السلوك بتاعه، سلوكياته. إزاي يعني؟ تعال نشوف examples. For example, searching for shaded areas، اللي هي زي مثلا الديزرت ليزرد. يعني ايه؟ الجو حر على الديزرت ليزرد، السحليه بتاعت الصحراء دي او سحالي الصحراء، تعمل ايه؟ مش قادره تعمل استراكشر ادابتيشن دلوقتي، وليكن يعني هتعمل ايه؟ تروح تقول لك خلاص انا هروح ادور على مكان ضل واقعد فيه، صح؟ مش دي سلوكيات كائن افعاله. يبقى searching for shaded areas اللي هي زي الديزرت ليزرد. طيب ايه كمان؟ migration of animals. يعني كلمة migration يا مستر؟ يعني هجرة بعض الطيور زي ما انتم شايفين في الصورة كده. هل ده حاجة حصلت في البادي ستراكشر بتاعهم؟ لا طبعا يا مستر، هو جسمهم اتغير، حصل حاجة في الوينجز بتاعتهم مثلا، في الفيذر بتاعهم؟ لا، ده هم قالوا يلا نهاجر يلا، صح؟ يبقى ده يعتبر ايه؟ behavioral adaptation. ممكن يجي لي في الامتحان يقول لي كده mention the type of adaptation in each of the following، ويجي يقول لك بقى ايه migration of animals او migration of birds. هتروح انت قايل له ايه؟ هتقول له behavioral adaptation. شاطرين ما شاء الله عليكم اكيد. نمبر 3 طبعا heading in pairs، يعني الاختباء في الجحور، اكيد ده طبعا يا اولاد يعتبر behavioral adaptation. يا رب نكون فاهمين كويس. لو الصوره يا اولاد مش واضحه، انت ممكن تدخل على في علامه زي سيتنج كده تحت الفيديو، بتعمل هاي كواليتي، بتعلي الكواليتي بتاعت الفيديو بتاعك، لان ممكن هو بيكون بينظم نفسه على حسب سرعه النت عندنا في البيت. ده بالنسبه لتوضيح الصوره يعني، او نشوف طبعا من شاشه حجمها اكبر شويه. يلا نشوف بعد كده. طيب تعال بقى نشوف مستر اكزامبلز. يعني now we'll study the difference between structural and behavior adaptation in some living organisms. ممكن يا مستر بقى تقول لنا ايه الفرق ما بين الاستراكشر والبيهيفير ادابتيشن في سام انيمالز او سام ليفينج اورجانيزمز؟ تعالوا نشوف. شايفين اللي عمال يستخبى في الجحور ده؟ شايفين ده يعتبر ايه؟ هل استراكشر ادابتيشن؟ لا يا مستر، ما فيش حاجه في جسمه اتغيرت، يعني ده كده بيعمل بيهيفير ادابتيشن، بيستخبى في الجحور. نفس الكلام، تعالوا نشوف بقى يا اولاد كده. انا مش عايز بس الصور تشغلكم، نشيلهم شويه بعد كده ارجعها لكم تاني. يلا تعالوا نبدا بال تو تايبس اوف فوكسز. يعني في نوعين كده من الثعالب كده، في حاجه اسمها الفينيك فوكس، فينيك فوكس، وفوكس تاني اسمه اركتيك، الاركتيك فوكس. طب يا مستر ممكن تقول لنا كل واحد بيعيش فين؟ هل ممكن يتقابلوا يا مستر في مكان ما؟ لا طبعا، ده واحد بيعيش ان هوت ديزرت، هوت ديزرت الصحراء الحاره، والتاني بيعيش يا ولاد في الكولد ديزرت اللي هو بيسموه باسم التاندرا، صحراء التاندرا اللي بيقولوا عليها كولد ديزرت. تمام، بتوصل درجة حرارتها يا ولاد للنيجاتيف 50 ديجري سيلسيوس ات وينتر مانثز، في الشتاء بتوصل درجة الحرارة فيها لسالب 50، التاندرا دي. مين بيعيش فيها؟ الاركتيك فوكس، صح؟ طب مين بقى بيعيش في الهوت ديزرت؟ الفينيك فوكس. سبحان الله، احنا جبنا هنا تو اكزامبلز of two different living organisms. One is called the phoenix fox and the other one is called arctic fox. One live in hot desert and the other one live in tundra. واحد بيعيش في الصحراء الحارة والتاني بيعيش في مكان بارد، لكن different places بقى. هما الاثنين foxes animals، لكن واحد في hot desert والتاني في الكولد. يلا عشان ما نطولش نتكلم عن what about structural adaptation. تعالوا نتكلم عن البادي فير. احنا بنتكلم عن مين دلوقتي؟ عن الفينيك فوكس. اي نوع من انواع الادابتيشن فيه بنتكلم فيه يا اولاد؟ عن الاستراكشرال ادابتيشن. يلا بقى كده تعالى بقى يا فينيك فوكس، قول لنا جسمك البادي ستراكشر بتاعك شكله عامل ازاي to be adapted with the hot desert، الهوت ديزرت اللي احنا قلنا عليه. نمبر 1 وات اباوت بادي فير. البادي فير الفروه بتاعت جسمه دي has colored coat، يعني يعتبر الجلد بتاعه ملون شويه، شايفين اللي هو براون او بيقولوا عليه اسمه ساندي، ساندي فير. طب ليه يا مستر؟ يعني ليه ربنا عمله لنفس لون الصحراء تقريبا يعني؟ طبعا يا اولاد طبعا ليه؟ تو هايد ان ساند، يعمل كاموفلاج يعني عشان يستخبى في الرمل. تخيل ده كان لونه مثلا وايت او كان لونه بلاك، صح؟ اي لون تاني الفير بتاعه الفرو بتاعه كان هيبان، لكن هو اللون ده اللي هو بيسموه باسم ساندي كلر او براون كلر، ليه يا مستر؟ تو كاموفلاج او تو هايد ان ساند، عشان يستخبى في الرمل. ايه كمان؟ تو بروتكت ات فروم هوت سن،
عشان كمان يحميه من الحرارة بتاعت الشمس، اللي هو اللون الساندي الفاتح ده يعمل ريفليكشن للسان لايت، يبقى to protect it from the sun او hot sun. طيب ادي اول حاجة اتكلمنا عنها اللي هي يا اولاد خلي بالك معايا لحظة، اللي هي البادي فير. وات اباوت ايرز؟ الاذن بتاعته بقى مالها؟ ده بادي ستراكشر طبعا، مش دي ودنه في البادي ستراكشر، يبقى اكيد ايه على طول؟ يبقى اكيد ستراكشرال ادابتيشن. مالها؟ اكسترا لارج ايرز، يعني ودان مش طويله بس، ده اكسترا كمان بقى، يعني ودان طويله جدا. ليه يا مستر؟ نمبر ايه؟ تو كول اتس بادي، يعني تو لوز هيت او لوزينج هيت، يفقد الحراره. نمبر 2 تو الاو جود هيرينج ديورينج هاندز. لا بالراحه يا مستر بقى علينا عشان دي اسئله جيف ريزون كلها. تاني جيف ريزون، جيف ريزون فينيك فوكس هاز اكسترا لارج ايرز، عنده ودان كبيره. هتقول له ايه بقى؟ تو كول اتس بادي، عشان يبرد جسمه. نمبر 2 تو الاو جود هيرينج ديورينج هاندز، عشان يسمح له بسمع او سماع كويس وهو ايه يا اولاد؟ بيصطاد. شايفين هو بيصطاد اهو، بصوا على الصوره على الشمال دي اهو بيصطاد اهو، في تعبان قدامه اهو بيصطاده صح كده؟ يبقى عنده جود هيرينج، او ليه بقى؟ عشان هو عنده لونج ايرز. طب وات اباوت ليجز؟ رجليه، تعالوا نشوف رجليه ايه اخبار الرجلين بتاعت الفينيك فوكس ده، تعالوا نشوف. تقول لي يا مستر يا ترى الليجز بتاعته عامله ازاي؟ يلا يا اولاد، اول حاجه هاز سترونج ليجز، عنده رجلين كبيره. ليه يا مستر سترونج ليجز؟ ما عش عايز يحفر بقى يا اولاد في الصحراء صح؟ يبقى هيلب ات تو ديج هولز وير ات ريستس ديورينج ذا داي، يعني يا مستر عشان يقدر يحفر في حفر كده وفتحات يستريح فيها اثناء مين؟ النهار. طيب كده عرفنا الاستراكشرال ادابتيشن فين؟ في الفينيك فوكس. يلا بقى بالمره نشوف البيهيفيورال ادابتيشن. طيب احنا عرفنا الاستراكشرال ادابتيشن بتاعك يا فينيك فوكس، وات اباوت يور بيهيفيورال ادابتيشن بقى، يعني انت البيهيفيورال ادابتيشن بتاعك ايه؟ تعالوا نشوف. نمبر 1 ليفينج ان بارز، يعني ايه يا مستر؟ يعني بيستخبى في الجحور. مستر ده يعتبر استراكشرال؟ لا ده يعتبر ايه يا اولاد؟ يعتبر بيهيفيورال ادابتيشن صح؟ هو فكر وقرر ان هو يخش فين؟ في الجحر ده صح؟ يبقى هل ده حاجه في الاستراكشر بتاعه في جسمه؟ في البادي ستراكشر؟ لا ده يعتبر ايه؟ في الكلام ده لو قلنا الليجز بتحفره قويه وكلام من ده، لكن لما اقول لك ليفينج بارز يعني ليه بيستخبى في الجحور؟ تو ستي كول ديورينج ذا داي، عشان يفضل كده جسمه بارد شويه اثناء ايه يا اولاد؟ النهار. يبقى ده يعتبر ايه؟ بيهيفير ادابتيشن. نمبر 2 بانثينج لايك دوجز، يعني ايه يا مستر بانثينج لايك دوجز؟ يعني بيقعد يلهث كده، يعني يطلع لسانه كده، يبقى عامل زي ايه؟ زي الدوج بالظبط. طب ليه يا مستر؟ تو كول اتس بادي مور ذان 700 بريثز بير مينيت، تخيل يا ولاد سبحان الله، يعني ممكن يعمل حوالي 700 نفس في الدقيقه الواحده، تخيلوا السرعه بتاعت البانثنج بتاعته اللي هو يلهث كده. طيب كده خلصنا الاستراكشرال ادابتيشن والبيهيفيورال ادابتيشن لمين؟ للفينيك فوكس. طب وات اباوت الاركتيك فوكس؟ تعالى انت بقى يا اللي بتعيش في الاماكن البارده، انت يا اللي في التاندرا اللي هي الكولد ديزرت اللي هي التمبريتشر نيجاتيف 50 ديجري سيلسيوس، وات اباوت يور بادي فير؟ ممكن يقول لي كومبير، انا عمال اقول لكم افكار الاسئله، ممكن يقول لي كومبير بتوين ذا بادي فير اوف فينيك فوكس اند ذا بادي فير اوف اركتيك فوكس، هناك كان ايه؟ كلر كوت او براون ساندي فير، هنا بقى ات هاز ا ثيك فير كوت. طبعا ده انت عايش في البرد، يبقى لازم يكون الفير بتاعك ماله؟ ثيك، سميك. ليه يا مستر؟ اكيد طبعا يا اولاد تو كيب بادي وورم، تو كيب ذا بادي وورم او اتس بادي وورم، عشان يحافظ على جسمه دافي. ليه يا مستر؟ لانه عايش في البرد. سو ذات اركتيك فوكس هاز ا ثيك بادي فير. طيب ايه كمان؟ اتس فير وايت ان وينتر براون ان سمر، سبحان الله الفوكس ده غريب، الفرو بتاعه بيكون وايت ان وينتر، في الشتاء ابيض زي ما انتم شايفين كده لون التلج ده، وفي الصيف بيكون براون شويه. طب ليه؟ تو سنيك اب، يعني ايه يا مستر سنيك اب؟ يعني يتسلل، يستخبى كده، يتحرك بالراحه. اون براي اول سيزونز، يعني ايه يا مستر؟ عشان يقدر يتسلل كده للفريسه بتاعته طول السنه.
والله في الشتاء هيكون الكلر بتاعه وايت، فمش هتشوف البري بتاعته، مش هتشوفه، هيقدر ينقض عليه ياكلها. طب في الشتاء هيفضل ابيض، سوري، في الصيف هيفضل ابيض برضو وايت فير؟ لا، بيكون براون فير ان سمر. واي؟ تو سنيك اب اون بريز اول سيزونز، عشان يتسلل او يهجم على الفريسه طول السنه. شوف بقى، هل ده يا ولاد كده يعتبر ايه؟ هل ده كده يعتبر بيهيفيرال ادابتيشن؟ لا يا مستر، ده بادي فير، ده حاجه في الجسم بتاعه، يبقى يعتبر ايه؟ استراكشرال ادابتيشن. طب يلا نكمل. وات اباوت ايرز اند ليجز؟ ايرز اند ليجز، في الفينيك فوكس كان هاز اكسترا لارج ايرز. وات اباوت الاركتيك فوكس هاز ا شورت ايرز اند ليجز؟ تعالى بقى بص هنا، ودنه صغيره ازاي، بصوا رجليه برضو صغيره ازاي، بصوا على الطبيعه على الصوره ايه، شايفين؟ short ears and legs. طيب ليه يا مستر؟ to can hear good to help arctic fox hunts، عشان يقدر يسمع كويس، تمام. و short legs ليه؟ to keep warm، عشان طبعا يحافظ على جسمه ايه يا اولاد؟ warm. طيب leaving، طيب ايه كمان بقى؟ تعال نخش على behavioral adaptation. behavioral adaptation بتاعه living in parts of cold tundra، يعني بيعيش في الجحور برضه زي ما هنا، بس هنا بيعيش في الجحور، في الجحور to stay cool، عشان يفضل بارد جسمه، اما هنا to stay warm during night، هنا بردان بقى، فعايز يعيش في الجحر جوه عشان يكون جسمه دافي. طيب بصفة عامة بقى يا ولاد، بصفة عامة هما الاتنين بيتشابهوا في ايه؟ both of them eating different foods، هما الاتنين بياكلوا طعام مختلف. زي مين؟ يعني سوري، متنوع، يعني زي الانسكتس بياكلوا حشرات، بياكلوا بلانتس، براي ريمينز، فضلات الفرائس، تمام. as it is hard to find food in desert، لان هو صعب طبعا يجدوا اكل في الصحراء، فبياكلوا طبعا انسكتس، بياكلوا بلانتس، بياكلوا براي ريمينز، بقايا الفرائس. يا رب يكون فهمنا الفرق ما بين ال behavioral adaptation and structural adaptation in two different living organisms like fennec fox and arctic fox. يلا نكمل. يجي بقى living organism كمان، بس المرة دي بقى بيعيش فين؟ في الووتر. بيعيش فين يا ولاد؟ في الماء. ده اللي ان شاء الله نعرفه في الجزء الثاني من درسنا النهاردة. كل التوفيق ليكم واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.